ميدي آن سعيدة صباح الأسرة. من جديد نرحب بكم مستمعينا في هذه الفقرة التي نخصصها لك سيدتي، وطبعا لمشكل النزيف بعد العلاقة الزوجية، أمر مقلق ومفزع للزوجة. لذلك نود اليوم توضيحات حول هذا الموضوع مع نصائح خاصة من طرف الأخصائي في أمراض النساء والتوليد. فمعنا مشكورا الدكتور عز الدين الحسيني. صباح الخير دكتور، وشكرا جزيلا على قبول دعوة برنامج صباح الأسرة في هذا اليوم، اليوم العطلة بالنسبة لكم أكيد. شكرا جزيلا. شكرا سيدة، صباح الخير. صباح الخير الجميع المتتبعين لبرنامج صباح الأسرة على قناة فيديا. شكرا استيبابا. إذن دكتور، قبل التوقف مع النزيف بعد العلاقة الزوجية، نود منكم توضيحات حول النزيف بشكل عام، خصوصا الذي يقع عند السيدات وحتى البنات، خصوصا نزول دم غير معتاد وبعيد عن الدورة الشهرية. ما هو هذا النزيف وما هي أسبابه؟ وكبداية مثلا أنا نشير إلى أن النزيف يعني كيف ما كان النوع ديالو او الفتره ديال الظهور ديالو فهو امر غير طبيعي. يعني يجب تاكيد على ان النزيف فتره غير الدوره الشهريه هو امر غير طبيعي، وتيخصو يجلب انتباه ديال المريضه كانت سيده او فتاه، وهذا الشيء تستوجب طبعا الحال الاستشارة الطبية. ورجعوا للموضوع ديالنا طبعا الحال، يعني بغض النظر على أن المرأة غتكون حامل أو غير حامل، غتكون يعني فترة ديال عندها الدورة مجال منتظمة أو قد انقطع الطمث، يعني أي دم يظهر بل حدوث العلاقة الزوجية سواء كان في أيام التبويض أو خارج أيام التبويض، يعني كيستدعي الفحص النسائي باش لرؤية يعني وتحديد مصدر الدم. طيب نعم. إذن بالنسبة للموضوع ديال النزيف بعد العلاقة الزوجية، هناك شكوى من بعض السيدات، يعني ما كيكونش هناك أي أثر لنزيف دموي أو لبقع دم، لكن بعد العلاقة الزوجية كيظهر هذا المشكل. نعم، هو هذا الأمر يعني بالنسبة يعني حتى الإحصائيات الموجودة فهو تثبت أنه أمر ماشي نادر الحدوث، يعني كاين نعم موجود وتتشكوا من السيدات، يعني حتى أثناء الفحص وزيارة يعني ديال الطبيب. هو عامة يعني هو أمر لا يولي القلق، يعني ولكن هاد الجملة باش نوصلوا لها وهاد الخلاصة يعني لابد من استشارة الطبيب. علاش؟ حيت هو عامة بطبيعة الحال تيكون إما يعني غنحدوا الأمور إما في التهابات مهبلية أو جفاف المهبل أو تغيرات في عنق الرحم، يعني تتكون بسيطة أو بعض الأمراض العادية. ولكن الأهم في هادشي كله يمكن الرسالة اللي تنبغيو نوصلوها للناس وأنه الاستشارة الطبية واجبة باش نحيدوا علينا إمكانية الأسباب اللي تتكون فيها خطورة كبيرة على الحياة المرأة، واللي هي عامة هما السرطانات، يعني سرطان مثلا عنق الرحم أو سرطان الرحم أو يعني سرطان المهبل. هادو أمور واخا تكون قليلة ولكن الخطورة ديالها تستوجب أنه أي نزيف خارج يعني على المرحلة ديال الدورة يستوجب الفحص. طيب إذن بالنسبة للأسباب، وكما ذكرنا سابقا أن هذا الأمر كيكون مقلق ومفزع وطبعا يربك المرأة، فربما كتبقى كتهاون في الزيارة ديال الطبيب وكتنتظر أو كتوقف العلاقة، يعني كيفاش خصها تتعامل مع المشكل؟ هو في الاستفسار ديالك في جواب، يعني نبغيو نوصلوا للناس الرسائل المهمة نظرا لأن بطبيعة الحال هذه الفترة الصباحية تتفرض علينا أننا ندوزوا الرسائل اللي تكون مهمة ومفيدة. يعني نعم، هو بالنسبة للنزيف بطبيعة الحال مزيان أنه يقلق، ولكن ماشي بدرجة أن الواحد يكون عايش واحد
الخوف يعني في حياته كبير. فاش تيكون تيحدث لي قلق نمشي نشوف الطبيب ديالي اللي مولفة نمشي عنده، وهو يعني يتكلف بالفحص عامة. يعني كيف قلت هي أمور مطمئنة، حيث الأسباب الأكثر شيوعا هي الالتهابات المهبلية. تتكون يعني بعض الالتهابات اللي السبب ديالها بعض الفطريات أو بكتيريات اللي تتأدي الالتهابات ديال المهبل، ومما يؤدي إلى ظهور يعني بعض التمزقات أو تمشيحات دموية أثناء الممارسة، وهذا الشيء يعطي بعض القطرات ديال الدم. وهذا أمر بسيط، يعني الدواء من عند الطبيب المختص هو اللي تيدير التشخيص وتيكتب الدواء المناسب للمريضة. بعض المرات كاين بعد يعني نزول قطرة الدم بعد الدورة الشهرية، تتكون عندها علاقة ببقايا ديال دم الدورة الشهرية في الرحم، وبحكم يعني الحركية ديال الرحم تتبدا القطرات، وهذا تيكون امر عادي ماشي ما فيهش اشكال. غير هو بحكم انه الا كان تيتعاود يعني دائما فاش تيكون بعض الاعراض اللي تتبان مثلا مره واحده يمكن تنقولوا معليش، ولكن اذا بدات تتبان يعني بواحد تسلسل وكل شهر مثلا راه كاين، يعني هادشي تيستوجب ضروري انني نمشي عند الطبيب ديالي باش نستشر. كاين بعض المرات كاين هناك تغيرات ديال الخلايا ديال عنق الرحم اللي تتكون تتصب بواحد الالتهاب حاد اللي ما تؤدي لنزول بقع الدم اثناء ممارسه العلاقه الزوجيه. دونك هاد الامور اللي تنشرحوها دابا هي كلها امور بسيطه يعني اللي تتستوجب ادويه ومراقبه، وهي مرحله تتكون عابره وتدوز. بعض الامراض الجنسيه هي تتكون يعني مسؤوله على هذا النزيف، والاهل ديالو هو انه تشخيص واجب باش تنحدوا من الاحتمال ديال الاصابه بالعدوى، دونك ونقلها جنسيا بطبيعه الحال للزوج او لا، يعني تيفرض علينا اننا نداويو الزوجين بزوج بهم. والاهم من هذا كله بطبيعه الحال هو اننا يعني بحكم انه بعض يعني الامراض اللي رجعت تنشوفوها بكثره تستوجب التشخيص، هو اننا ما ندوزوش على سرطان عنق الرحم او سرطان المهبل او سرطان بطانة الرحم بلا ما يكون تشخص لها، واللي تعرض بطبيعه الحال حياه المراه للخطر. طيب دكتور، هذه من الأمور اللي كتكون أكيد مخجلة خصوصا لبعض النساء وما كيتحدثوش بها مع الطبيب، فكيلتجؤوا للمشورة مع بعض، وهناك نصائح كتبقى عشوائية، وكذلك استعمال بعض الأدوية يقدر يكون عشوائي ربما يقدر يزيد في المشكلة. فإذا كان ممكن نتعرفوا على الأهمية ديال الاستشارة ديال الطبيب والتشخيص الدقيق والإجراءات ديال الفحوصات والالتزام بنصائح ديال الطبيب، لان دي مسائل كنظن ما مخش الانسان يكون مهمل فيها او يقدر يخجل منها. نعم، هو امر دابا اللي رجع تأرق يعني العالم كله بالنسبه لهذه الاستشارات الطبيه اللي تتكون اسميتها طبيه، هي استشارات ما بين المرضى اما عبر جلسات يكونوا جالسين في الدار او عبر المراكز ديال التواصل الاجتماعي. دونك ناس تتكون دي فوروم او لا تيبداو يسولوا بعضياتهم. دونك بطبيعه الحال هذا تيخلق واحد الخلل في يعني في التشخيص بالنسبه للشخص، واللي تيعرضوا شي نوبات يعني تنشوفوا حالات اللي تاخرت بزاف، واللي المسؤوليه فيها اساسا حتى ترجع يعني المنظومة ديال التفكير ديال الشخص، وأنه ما يمكنش دائما تنقولوا الاستشارة تكون الأولي للاختصاص، يعني في جميع المجالات أي مجال غنحتاج أنني نأخذ نصيحة وتنأخذها من ذوي الاختصاص. شي نوبات تنسمعوا كلمات ديال لا راه سولت سيدة فلانة راه عندها مثلا خبرة أو فأتحل هذه الكلمات كلها، يعني هي واهية
هو طب واحد العلم اللي مبني على دراسات أكاديمية واللي سنوات ديال الدراسة باش يقدر الطبيب أنه يأخذ القرار ديال التشخيص أو ديال كتابة الدواء. دونك بالحال تنأسفوا بزاف باش تنشوفوا ناس اللي وصلوا لحالات متأخرة واللي بعض النوبات ما تنقولوش يستعصي التداوي ولكن ما تيمكنش التداوي. هذو هما الحالات اللي بعض المرات تنشوفوهم حتى في يعني في مراكز التواصل او لا الناس تتشكى تقول لك راه ما بغاتش شي واحد يداويهم او لا هذه السيده مسكينه حاله حرجه وما بغاتش مثلا يداويها حتى شي واحد. ودائما تنقول للناس راه كاين بعض المراحل اللي فاش تدوز صافي ما يمكن شيء امكانيه الدواء. دونك هنا ترجعوا ضروريه تشخيص مبكر مبكر والاستشارة ديال الطبيب. ما كاينش واحد آخر من غير الطبيب أنه يقدر يعطيك استشارة طبية. ما هذا خلاصة القول بهذه البساطة هذه. والناس في طبيعة الحال تتحمل المسؤولية ديالها فاش بعض المرات التأخير وخا هو مؤلم ولكن يمكن الرسالة اللي تنوجهها للناس هو أن الحمد لله دابا يعني المغرب وصل واحد يعني فترة ديال التطور الحمد لله اللي تسمح للناس كلهم أنهم يمشيوا يستشروا الطبيب ديالهم إما في مراكز صحية اللي تدعى الدولة أو طب يعني في طب الخاص. ولكن تبقى دائما الاستشارات تكون ديال الطبيب ماشي ديال شي واحد آخر. أكيد كنتمنى توصل الرسالة اليوم وكذلك كنتمنى الصحة والسلامة لجميع مستمعينا بما فيهم طبعا السيدات اللي كنتمنى لهم الصحة والسلامة والسعادة. والشكر موصول لكم دكتور عز الدين حسيني اختصاصي في أمراض النساء والتوليد على هذه المعلومات اليوم. ألف شكر دكتور. شكرا جزيلا. شكرا على واجب وسنة سعيدة لجميع المغاربة بتمنيات إن شاء الله يرفع من البلاء ويخرج الجميع إن شاء الله. يا رب الصحة والسلامة للجميع. شكرا لكم دكتور.